أسعد الله صباحكم متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية. إليكم نشرة الأحوال الجوية المتوقعة لهذا اليوم. يتوقع انقشاع الضباب بشكل تدريجي عن المناطق التي تشكل بها، خاصة في مناطق أجزاء المناطق الشرقية بما فيها أجزاء من رفحاء وحفر الباطن وقرب القصيم. أما بالنسبة للأحوال الجوية هذا اليوم في العاصمة الرياض فتكون أجواء غائمة جزئيا، عموما درجة الحرارة العظمى ترتفع إلى 31 درجة مئوية، تميل للأجواء قليل الحرارة في ساعات الظهيرة والعصر، ويكون نوعا ما الطقس رطبا في بعض الأحياء والمناطق، وبالتالي قد يزيد من الإحساس بالحرارة. أيضا الأجواء نهار هذا اليوم تكون مستقرة في عموم المناطق. دعونا نتعرف على درجات الحرارة بها، نبدأها شمالا طبعا من إسكاكا. اليوم الأجواء تكون في إسكاكا 23 إلى 13، في عرعر من 21 إلى 10، وفي تبوك من 23 إلى 12 درجة مئوية. أما في المناطق الغربية تكون في جدة اليوم 35 إلى 24، في مكة من 35 إلى 22، في الطائف من 27 إلى 15، أما في المدينة المنورة من 31 إلى 18 درجة مئوية. المناطق الجنوبية اليوم هناك فرص لبعض الزخات الرعدية من الأمطار، خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية، مرتفعات الباحة، بالإضافة لمرتفعات جازان، وربما حتى تصل إلى أجزاء ساحلية ومدينة جازان. تكون في الباحة من 24 إلى 17، في أبها من 26 إلى 11، وفي جازان من 31 إلى 27 درجة مئوية. في الإحساء الأجواء هذا اليوم 32، الصغرى الليل القادم 20 درجة مئوية، في الدمام من 31 إلى 22، أما في حفر الباطن من 27 إلى 17 درجة مئوية. بالنسبة للعاصمة الرياض الأجواء اليوم مستقرة، لكن الليلة القادمة يتوقع ارتفاع كبير في نسب الرطوبة ليكون الطقس رطبا بشكل لافت، مع احتمالية لتشكل الضباب في نفس العاصمة خلال ساعات الليلة القادمة وفجر يوم الأربعاء. تكون العظمى من 31 إلى 18، في القصيم من 27 إلى 16، أما في حائل من 23 إلى 12 درجة مئوية. بشأن الأحوال الجوية الليلة القادمة وصباح يوم الغد الأربعاء، ندعوكم طبعا إلى الانتباه أثناء المسير على الطرقات، يتوقع أن تشهد ضبابا بتدني مدى الرؤية الأفقية، وبالتالي ضرورة القيادة بحذر وبسرعات منخفضة. ليصلكم كل ما هو جديد، يمكنكم تحميل تطبيق طقس العرب. أتمنى لكم نهارا مباركا وسعيدا أينما كنتم. إلى اللقاء.